تاخد المداخلة اللي بين الحاجة كريمة وبين محمد اللي بعت الطرد لصلاح؟ الو ايوه محمد، والله احنا مكلمين الناس هناك وفي ورقة هناك، انا عايز اخده منك بس لما يطلبوه هيروح السفارة يتبعت لانه هيخش في العفو باذن الله. ورقة انا هتاخدها مني يا حماد؟ لسه ما يطلبوه من السفارة. ورقة ايه يعني؟ ورقة ان هو اللي بيعول الاسرة وكده والظروف وكده اتحط فيها وبتتوسخ من الخارجية وبتتوسخ. طب والظروف مين اللي حطه فيها يا محمد؟ مش الظروف دي بقى، مين اللي حطه فيها؟ الظروف دي فيها دي يا محمد مش هنعيده بقى يا الله كريمة، والله العظيم اقول لي كده بس. لا حول الله يا ربي. يعني يا محمد هو حسد ان هو امنك يا محمد وانت بتقول له انا هبعت لك امانه؟ اقول امانك وماله بعتها لي؟ يعني هو قصد انه يعني جازته دي انه امنك يا محمد؟ لا مش جدا. اه يعني جازته دي يحصل له يعني انه امنك؟ غلط بقى، اقول مكتوب يا مصراحة. مكتوب ايه يا محمد؟ مكتوب يتحكم عليه ب 15 سنة يا محمد. مفيش يا مصراحة، مش محمد مصراح برضه شغال يا محمد؟ اقسم بالله احنا متدمرين يا محمد بعد والله يا محمد. والله العظيم صلاح بس انت بتقولي احنا اتكلمنا، انا والله العظيم انا من يعني ما عدتش عايز اتكلم، انا مش عايز اتكلم، انا عايز اسمع الحاجه وتخلص اقول لك خلصت. خلصت؟ طب ما انت بقالك سنه يا محمد، بقالك سنه. ما هي الظروف متغيره هنعمل ايه؟ انت بقالك سنه يا محمد ورطنا في الورطه اللي انت ورطتنا فيها ديت واحنا ما كلمناش فيها، وبتقول لي بكره يطلع ادعينا بس وهتعدي. والله ادعينا بس وهتعدي، ادعينا وانت هتلاقي، انا اقول لك عدت وهتلاقي الدنيا جميله والله. ما هو ده اثر دي جازات الواحد اللي عامل لصاحبه يا محمد، والله دي جازات اللي عامل لواحد صاحبه حقيقه والله. اه حقيقه. يعني انت بتعترف يعني؟ هو انا مش معترف يا ابن صلاح. اه يعني انت، هو انا مش معترف بالغلط؟ يعني انت معترف ان هو ما كلوش اللعبه دي خالص؟ احنا مش معترفين بالغلط، يعني احنا معترفين بالغلط يا ابن صلاح، احنا معترفين بالغلط. مين غلطنا؟ انا بقول لك انا انت مش قايل لي غلط، قلت لك ايه وانا غلطان؟ انا قلت لك انا مش غلطان، تربت من غلط انا فيه. ما انت فرحتي بتقول لي بيني وبينك يا محمد انك غلطان. حد يقول لك لا كده؟ وقدام الدنيا، وقدام الدنيا كلها انا عيل انا غلطان، مش بيني وبيني كل بس. يعني بيني وبينك، مين اللي قال لك ان انا بيني وبينك بس لان انا غلطان؟ ما انت فرحتي بتقولي بيني وبينك انا غلطان. قدام ما بقولكيش بيني وبينك. اه بقول لك اللي يعترف بغلطه، اللي يعترف بغلطه، انت من يوم انا معترف بغلطي. بس انا بحلفك، انا بحلفك بحياة ولادك. ابني كان له في الحاجات دي. طبعا المداخلة طويلة وحضرتك بعتيها، ممكن بس تهدي، انا عايزاكي تهدي وما تتضايقيش، وان شاء الله باذن الله لو انا لسه حد يقف جنبي ان شاء الله باذن الله. وهو باين عن هو ده محمد اللي اتصل بيه صلاح. أيوه. قدام الشرطة السعودية. ايوه. وهو كده بيعترف عادي جدا ان هو، طب هو يعرف ان انت مسجله له التسجيل ده؟ اكيد سمعه. سمعه ازاي؟ انت بعتيه لحد غيرنا؟ لما طلعت مع الاستاذ حسام حافظ. وزع الهواء ال ال أيوه. التسجيل وعادي سمعه وعادي بيقول لك مش هتروح.